اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقه والحلقه التي ستليها سنتحدث عن الانفجارات التي حصلت، او الانفجار المزدوج الذي حصل في ساحه الطيران يوم الخميس الماضي. طبعا هذا الانفجار بدايه لابد من القول انه خلال العشر سنوات الماضيه من عام 2011 لغايه عامنا هذا 2021 حصلت ربما نحو 10 انفجارات في هذه المنطقة بالذات، راح ضحيتها نحو 200 شهيد وحوالي 1000 جريح. هذه المنطقة يعني هذا الانفجار ليس جديدا، لكن منذ 4 سنوات لحد الآن لم تشهد بغداد، ربما أكثر من هذا الوقت لم تشهد بغداد مثل هذه التفجيرات. هذه التفجيرات ربما غريبة في توقيتها، في شكلها، في المنطقة التي استهدفتها، في ظرفها الزماني والمكاني. الحقيقة مثل ما قلنا، صباح يوم الخميس الماضي حدث هذا الانفجار المزدوج في منطقة ساحة الطيران قريبة من يعني باب الشرقي، وراح ضحيته طبعا يعني كان يستهدف مدنيين هذا الانفجار المزدوج، وراح ضحيته أكثر من 35 شهيد عراقي من الابرياء، من العراقيين الابرياء، من العاملين، من الكسبه، وراح ضحيتها اكثر ربما من 200 جريح. كانت قبل هذه التفجيرات بايام قد سبقتها تفجيرات في منطقه جرف الصخر، هذه المنطقه اللي سيطر عليها الميليشيات، وواضح كان من كل الاخبار، من كل التقارير، من كل المعلومات المسربه انه هناك صراع ميليشيات قد بدا. هذا الصراع واضح، وكان كانت واحدة من دلالاته، واحد من إشاراته، هو واحدة منها ربما هي التفجيرات التي حصلت في جرف الصخر، واللي نفوها وقالوا أنها يعني واحدة من أبراج الكهرباء سقطت، يعني كذبة غير معقولة وغير منطقية، والناس كانت شاهدة عليها وكان يعرفون أن هذه تفجيرات. عموما الميليشيات أول من بادر لإدانة هذه التفجيرات، والتفجيرات اللي حصلت في ساحة الطيران تفجيرين مزدوج، وبادرت إلى أن تقول على لسان الحشد الشعبي وعلى لسان الفياض وغيره من قيادات الميليشيات إلى أنه إحنا موجودين وإحنا الحاضرين وإحنا الذين يعني سنتولى مواجهة الإرهاب، وتولينا مواجهة الإرهاب في الماضي، وكأنه كانت حفلة مهيئة، مهرجان مهيئ لهذا القول ولأقوال أخرى سنأتي على ذكرها. لكن هذا البداية مباشرة. طبعا كان هناك تناقض واضح في البيانات التي صدرت، أو في التصريحات التي صدرت عقب الانفجار. القوى الأمنية صرحت، القوى الجيش قالت إنه القوى الأمنية كانت تلاحق، كانت قد رصدت هؤلاء الذين قاموا بالتفجيرين وكانت تلاحقهم، وإلى أن تجمعوا الناس وفجر واحد نفسه، والآخر ادعى إنه مريض، وتجمع الناس حوله لإنقاذه وإذا به يفجر نفسه. بعد قليل قالوا إنه لا، يعني بعد التفجير الأول الناس تجمعت لنقل الضحايا، وإذا بالتفجير الثاني يحدث. تناقضات كثيرة أيضا كان من ضمن التناقضات اللي الناس تسأل عنها، ونحن أيضا بدورنا نسأل، إذا كنتم تتابعونهم وكنتم راصديهم، كنتم تتابعوهم، لماذا لم تواجهوهم؟ لماذا تركتموهم يدخلون إلى منطقة مكتظة بالناس؟ ما هذه واحدة من الأسئلة. لماذا لم تصطدموا بهم قبل هذا؟ لماذا لم يصطدموا هم بكم وأنتم القوى الأمنية وتلاحقوهم؟ لماذا لم يصطدموا بكم؟ وإذا كنتم تعرفوهم شلون دخلوا ومن أين دخلوا وكيف دخلوا؟ قضية ملتبسة وقضية معيبة وتدلل على الاستهتار بأرواح العراقيين وعلى الأيادي التي قامت بهذا العمل. طبعا داعش تبنت هذه القضية، ما تبنتها داعش، الآن معروفة لمن تعمل ولأجل من، وبياناتها بأي مبلغ ممكن تصدر بيانات وتتبنى أي عملية، ولا تعرف يعني أين الحقيقة. لكن واضح أنت تفتش دائما عن المستفيد، عن توقيتات، وإذا بك تعرف النتيجة واضحة أمامك.
إيران طبعاً مباشرة تدخلت على دخلت على الخط وأدانت التفجيرات، وواضح كانت تريد أن توجه رسائل بهذه التفجيرات. هذه الميليشيات وراءها، يعني لا أحد يتهم الآخرين ولا أحد يتهم هذه، كل القوى التي تحكم العملية السياسية وراء هذه العملية، وراء هذا التفجير، راحوا بها الأبرياء، هم يقتلون الناس بالتظاهرات، يقتلوهم بتفجيرات، هذه أبسط منها يعني وبسيطة جدا بالنسبة لهم، يعني الإجرام يجري في دمهم. فإيران تريد توجه رسائل، بايدن الآن استلم يعني الرئاسة الأمريكية، لديهم صراع مع الأمريكان، يريدون أن يقولوا أن نحن أقوياء في العراق، مصالح الأمريكية ممكن تتعرض لأي خطر، نحن الأقدر في العراق، نستطيع أن نثير الوضع في أي وقت، نؤثر على دول الجوار اللي هي حلفاء لأمريكا ولديها مصالح كبيرة فيها، نؤثر على مصالحكم في العراق وفي المنطقة. هذه هي الرسائل اللي، وبالتالي على أمريكا أن تذعن وتذهب للحوار مع إيران وتقبل بما تريده إيران وتفتح لها الأبواب. هذه واحدة من الرسائل الكثيرة اللي توجهتها إيران عفوا، يعني تريد أن تقول لدينا القوة والتحكم بالعراق وفي المنطقة، وهذه واضحة، وأنتم بحاجة إلينا، الإرهاب ما زال موجود في العراق، وتحتاجون أن تتعاونوا معنا لكي نقضي على الإرهاب، لكي نواجه الإرهاب سويته. والعالم لديه حساسية وفوبيا عالية جدا جدا من الإرهاب. هذه وحدة. وزير الخارجية في الحكومة الحالية أيضا دخل على الخط بسرعة بتصريحات غريبة عجيبة ليس لها علاقة بال، يعني لا يتحدث عن التفجيرات لكن يتحدث عن أشياء تدل على أنه التفجيرات لماذا قامت. قال بالنص: استمرار التوتر الإقليمي يؤثر على الوضع الأمني الداخلي في العراق. يريد أن يقول أنه هذه الصراعات الداخلية، الصراعات الإقليمية هي التي أدت إلى هذا، هي جزء منها صحيح، لكن هذه ليست صراعات إقليمية، هذه صراعات إيرانية. إيران لديها مشروع وهناك من يقف ضد هذا المشروع، وهناك العراق حولته إلى ساحة للصراعات. لماذا؟ أيضا قال أن الصراع الخليجي الإيراني ينعكس سلبا على العراق. هو ذهب لهذا الاتجاه، يريد أن يعني يوصل رسالة للعالم، وهذه رسالة إيرانية أنه هذا الصراع ليس في صالحكم الآن، أوقفوا هذا الصراع وتتركوا إيران يعني تمضي في مشروعها لأن هي قادرة أن تتحكم في العراق. نفس الرسالة الإيرانية على لسان وزير الخارجية اللي يسموه عراقي. القضية بهذا الشكل، هذه الانفجارات حدثت بهذه الطريقة، راح ضحيتها كل هؤلاء الأبرياء، وهذه ليست أول مرة. ومع بداية هذه، ذلك قلت أنا أقوال أخرى غير الأقوال هذه، هناك أقوال أخرى كانت معدة، يعني الميليشيات لم تتوقف عند القول بأنها مستعدة ولأنها موجودة ولتقطع الطريق أمام أي حديث، لأن الأحاديث في الفترة الأخيرة كانت تتمحور حول إنهاء دور الحشد والانتهاء منه، ويعني إنهاء الحشد وإزاحته مباشرة. قالوا يعني أنه هذه الميليشيات، هذه الفصائل اللي يسموها فصائل المقاومة، هي المسؤولة عن أمن العراق، وهي من تدعم أمن العراق، وهي من ستقاوم هذا الإرهاب، الإرهاب الجبان بهذه الطريقة، وهم يعني أكثر الناس إرهابا للعراقيين. وكل كل الأحاديث الآن تجري من الثوار ومن العراقيين لإنهاء دور الحشد، يعني طي ملف الحشد الشعبي هذا اللي وإنهاء هذا الموضوع، لأنه ما عاد مفيدا، عاد مكلفا للعراقيين بالدم والروح والتفكير والأمن، فلا بد من إنهاء هذا. هم عادوا ليؤكدوا أن وجود الحشد، وجود هذه الميليشيات ضروري في العراق. ربما وقت هذه الحلقة يعني لا يسعفني أن أكمل ما حديثنا عن هذه التفجيرات، سنكمل في الحلقة الأخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.